Hello and welcome to Micro 402. This is Basic Microbiology and Immunology, Microbial Genetics part with Dr. Nurten Abdel Tawab, المحاضرة الثالثة لينا. وهنتكلم في المحاضرة دي على جزء Central Dogma, Transcription and Translation أو Protein Synthesis, وهنتكلم كمان على Genetic Code. في المحاضرات السابقة كنا اتكلمنا على General Introduction للميكروبيولوجي وتكلمنا على DNA Structure and Replication. To start with the central dogma, okay, or the secret of life also, which is DNA replication, we said DNA to DNA. DNA is what have all the codes. It's encoding of everything that we do or might do. Okay, this DNA is transcribed into a messenger RNA. The messenger RNA or the message is translated into a protein, and this protein is either part of a structure or a function of the cell. So نتكلم تاني في منطقة أو معلومة فكرة السنترال دوغما. Okay. Central dogma أو اللي هي الدوغما الأساسية أو العقيدة الأساسية لكل الكائنات الحية إحنا كبشر وكل المايكرو أورجانيزمز إن أنا عندي DNA. DNA ده فيه سر الحياة. Okay. عليه الـ ATCG دول هم اللي بيحددوا لي الجينز, هم اللي بيحددوا لي أنا هعمل إيه في حياتي, أو بمعنى أدق أنا احتمال أعمل إيه في حياتي. Okay. بيتحولوا transcription, كلمة transcribe بالإنجليش معناها يكتب, بيتكتبوا إلى message. هذه المسج بتترجم, كلمة translation بالإنجليش معناها ترجمة, بتترجم إلى protein. طيب أنا عندي, ممكن نشبه الحكاية دي بأن أنا موسيقار بيكتب موسيقى, والموسيقى دي بيعزفها ناس عازفين الكمان وعازفين الشالو وعازفين العود and so on, وهيعملوا مزيكا في الآخر. طيب الفكرة أو النغمة لما جت في مخ الموسيقار أو فكر فيها دي الـ DNA. لما الأفكار دي كتبها على ورق مزيكا, كتابتها دي ده الميسنجر RNA, النوت اللي هو بيكتبها دي. النوتة دي لما اداها للعازفين عشان يعملوا العزف الموسيقي للحاجة, وابتدى كل واحد في العود بيشتغل, البيانو بيشتغل, حسب بقى هي حاجة شرقي ولا غربي. يعني سي لو هما كلهم شرقي يبقى عود وكمان ورق ومش عارفة مثلا دخلوا حاجة جيتار خارجية and so on, كل واحد بيعزف المقطوعة اللي قدامه بتاعته مع بعضيهم, بيشتغلوا مع بعض, هيدوني المقطوعة الموسيقية اللي احنا هنسمعها وهنبسط بيها لان هي دي الحياة. تمام؟ في جزء عندي في الفيروسز عنده حتة زيادة, عنده reverse transcription, يعني لما يكون في RNA بيرجعوا لDNA. عملية reverse transcription دي بيختص بيها بعض الفيروسز, بنسميها الـ RNA viruses, زي الـ HIV اللي هو مسبب لمرض الايدز. ده بيبقى اصلا عنده RNA وعنده reverse transcriptase, لما بيدخل الخلية بيحول الـ RNA بتاعه الى complementary DNA, وعنده ribonuclease H او RNAs H, يعني بي show up الـ RNA strand بتاعته. تمام؟ والDNA اللي هو عمله ده بيعمل له integration او recombination في الهوست سيلز, ويجند الخلية انها تشتغل لحسابه وتعمل له نسخ من نفسه. تمام؟ ده جزئية بس كده, نوت صغيرة على reverse transcription. طيب الترانسكريبشن بقى العادي اللي احنا قلنا الكتابة اللي هو من DNA المسنجر RNA, هكتب الرسالة. الرسالة دي بتاخد 3 خطوات, initiation, elongation, termination, ونتكلم عنها بالتفاصيل في المحاضرة التانية. ان انا بس كأوفرفيو كده, ان انا عندي DNA هعمل منه RNA, اوكي, في وجود بعض الاشياء المساعدة له, وبعد ما اعمل الـ RNA ده هحوله الى بروتين اللي هي الترجمة, اوكي, اللي هي المقطوعات الصغيرة من المزيكا.
في حاجة اسمها الجينيتك كود، وده الكود اوف لايف برضو بنسميه، اللي هو ان انا عندي تريبلتس، تلاتات. اوكي، التلاتات ديت هي اللي بتنكود للامينو اسيدز. لو بصينا عليها وفي عندي كذا كودز، في كود اولي ده للاول حاجه اللي هو الاي يو جي. الاي يو جي ده بيكود في الامينو اسيد اسمه الميثيونين، والميثيونين امينو اسيد، وفي البكتيريا بيبقى فورمايل ان فورمايل ميثيونين غالبا، بيبقى هو ده دائما اول نيوكليوتو، اول امينو اسيد بيتحط في اي تشين لبروتين بولي بيبتايد تشين. وفي ثلاثة كودنز بنسميها النونسنس كودن او الستوب كودنز، اللي هو اليو اي اي، يو اي جي، يو جي اي. تمام، لو بصينا عليها كده ادي عندي دايما بتكتب، لو بصينا الحتة اللي فوق يو سي اي جي، والجنب على الشمال يو سي اي جي تاني، وهنعمل تبديل وتوافيق. فانا عندي يو 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 ده للفينايل الانين مثلا كمثال، ده في اول مربع فوق. خدنا التاني مربع من تحته على طول اللي هو فيه سي يو يو، اوكي ده اليوسين. ناخد مربع لتحته اي يو يو ده ايزوليوسين، وفيها برضو اي يو جي اللي هو الميثيونين الام اي تي، اوكي، وجي يو يو فالين اند سو اون. هنبص كده على ايدنا اليمين اقصى اليمين، عندي الامينو اسيد ممكن اختصره زي مثلا امينو اسيد الانين، ممكن اختصره الى اي ال اي، وممكن اختصره تاني الى جاست اي، حرف واحد one letter. عملية ان يكون في عندي اختصار للامينو اسيد نيمز من تلاتة letters الى one letters مسؤولة عنها دكتور مارغريت اوكلي داي هوف. دي تعتبر ام البايو انفورماتكس، وهو علم استخدام الكمبيوترز عشان افهم السيكونسز بتاعه الامينو اسيدز و او البروتينز يعني والدي ان اي. كانت هي فكرتها ان انا بدل ما الامينو اسيد هكتبه بثلاثه لترز هعمله 1 لتر. ليه؟ عشان تريديوس السايز بتاعه الداتا فايلز، عشان ايامها كانت الكمبيوترز بعافيه شويه في الثمانينات. تمام، ف 20 امينو اسيدز قدامها 20 امينو اسيدز و 26 letters، فقالت تمام يبقى ما فيش اي مشاكل، كل letter هنجيب له ان شاء الله، كل امينو اسيد نجيب له letter. فلقت ان اول first 6 امينو اسيدز كانت ال first letter بتاعها سيستين، هديها النيم سيستين، هستيدين، ايزوليوسين، ميثاينين، سيرين وفالين. ليه؟ لان هم اصلا يونيك، ف CHIMSV. طيب امال الامينو اسيدز اللي فيها A و G و L و P و T اللي هي الالانين، جلايسين، ليوسين، برولين وثريونين، عملت بيها ايه؟ دول اكتر امينو اسيدز بنشوفهم فريكوينتلي في البروتينز، فهدلهم برضو الفيرست ليتر بتاع النيم على الرغم من هم مش يونيك، يعني على الرغم من في امينو اسيدز تانية بتبتدي بالA والجي والL والP والتي زي ما هنشوف، انما دول اكتر ناس مستخدمة، اكتر امينو اسيدز مستخدمة في البروتينز، فهنخليهم هم اللي ياخدوا الاسم زي ما هو. امينو اسيدز تانية برضو بادية بالA والP والتي والتي، نعمل فيهم ايه؟ قالت هنعمل فينوتيكلي. فينوتيكلي يعني حسب الساوند بتاعته، اوكي، ارجينين، الار هي اللي بيتك عليها، اوكي، زي السلام عليكم كده، أرجينين. تمام، فينايل أنانين، ما بقولهاش بي، أنا بقولها ف، يبقى حط لها اف. تيروزين، بقول الواي أكتر. تريبتوفان، تريبتوفان دي عشان أنا بحس إن فيها دبل، في الشكل بتاعها فيها دبل رينج، وكمان الأر اللي بتتكرر دي، بس هنخليها إيه بدل ما نكتبها أر، تريبتوفان لأن هي دبل رينج. فضل عندنا كم واحدة لسه؟ لسه كم امينو اسيد لسه ما خدناهش، ما خدنا لهمش سنجل كود. جالك قالت لك برضو هنمشيها في نوتك لحد ما لقينا مثلا الاسبارتيك اسيد، الجماعه الامريكان بيقولوهاش اسبارتيك، اسبارتيك دي، اوكي، فهدت له الدي. اسبارجين، كويس، الان دي ادت له الان. جلوتاميك، اميك اك دي قالت لك نديله الاي. جلوتامين حام لازم يكون كيو مش جي، فدات له الكيو. تمام، واخيرا ما فضلش غير اللايسين،
فده ما لقيتلوش اي حاجة خالص تعملها، لان هو مش باين فيه اي حاجة. فقالت لك الكي اقرب حرف للال، فهنديله النوت بتاعته كي. ودي كانت سبب تسمية الامينو اسيد بالسنجل ليترز. من المهم ان الواحد يكون فاهمها عشان يقدر بعد كده يستخدمها، ودي استخداماتها كتيرة قوي قوي في البايو انفورماتكس. نوت اخيرة قبل ما ننهي الفيديو ده، ان احنا عندنا الامينو اسيد سينثيسيس او الدي ان اي الى ار ان اي، ومن الار ان اي الى بروتين، بيبقوا شغالين في معظم الاحيان سوا، اللي هي عمليه ان انا ميسنجر ار ان اي الى بروتين، ومن قبلها الدي ان اي الى ميسنجر ار ان اي. لان البكتيريا دايما بتحاول توفق حاجتين مع بعض عشان هي سريعه والريبليكيشن بتاعتها سريعه، وده بيدينا اوبشنز كتير ان احنا نعمل ميكانيزمز ان احنا نعطل البروتين سينثيسيس او نعطل الار ان اي سينثيسيس باكتر من انتيبيوتيك مختلف حسب استهداف الالات اللي بتستخدم في الامينو اسيد والبروتين سينثيسيس. وهنتكلم عن الكلام ده بالتفاصيل المره الجايه في